ده يا شباب فيديو ديمونستريشن للتصميم اللي احنا لسه عاملينه على الشاشة. انا ضغطت مثلا على رقم 1 30%، 40%، 50%، 60%، هكذا. وزي ما وضحنا دي علشان ريزيستيف تاتش بتستقبل من اي حاجة، يعني ضغطت بقلم، ضغطت بايدي، فاهمني؟ ضغطت مثلا بحاجة معدن زي التيب بتاع القلم ده. أي حاجة هتقبل معاك، تمام؟ نفس الكلام لو دي مثلا حاجة كرتون، بلاستيك، دي اللي هي المفروض بتاعت الشاشة، تمام؟ ده اللي انا كنت عايز اوصله لك. دي ميزه الريزيستيف برضو عن الكاباستيف، يعني هي ليها عيوب وليها مميزات. دي يعتبر من مميزاتها لان دي حاجه كويسه. شكرا.